بس كلام. فقرة ساكسس ستوري، الكلام اليوم على أحد أفضل مبرمجي الكمبيوتر والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك المالكة لأشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، وهو أصغر ملياردير في عالمنا اليوم. الكلام اليوم على مارك زوكربيرغ. مارك ولد في 14 من مايو عام 1984 في مدينة وايت بلينز في نيويورك بالولايات المتحدة. بدأ زوكربيرغ مرحلة الدراسة الثانوية في مدرسة أردسلي هاي سكول، ثم انتقل ليكمل دراسته في أكاديمية فيليب إكستر، حيث بدأ شغفه بعلم الفلك وأظهر اهتماما كبيرا بالرياضيات والفيزياء واللغة الأجنبية. ومن حسن حظه أنه تعلم البرمجة سبق دراسة الثانوية، حيث علمه والده البرمجة الأساسية في بداية التسعينات. قبل التخرج من الثانوية شارك زوكربيرغ في ورشة لجامعة ميرسي حول برمجة الكمبيوتر، واستطاع تكوين برنامج اسمه زاكنت ليربط ما بين أجهزة الكمبيوتر في عيادة والده وما بين تلك الأجهزة التي في المنزل. بعد الانتهاء من دراسته الثانوية استطاع المبرمج اليافع دخول جامعة هارفورد العريقة لدراسة علم النفس وعلم الكمبيوتر، وأثناء دراسته قام ببناء برنامج اسمه كورس ماتش، والذي ساعد الطلاب على اختيار المواد والنشاطات التي يريدون التسجيل فيها. وفيس ماتش الذي كان هدفه ترفيهياً لعبة لاختيار الوجوه الأفضل من بين العديد من صور الوجوه. عام 2004 أطلق زوكربيرغ موقعا جديدا باسم thefacebook.com، وكان الهدف من الموقع تطوير التواصل والتعارف بين طلاب جامعة هارفورد عبر صفحة لكل طالب تعبر عنه وعن شخصيته. لكن الموقع بدأ ينتشر تدريجيا في مؤسسات تعليمية أخرى، جامعة كولومبو وستانفورد وغيرها، وسرعان ما وسع الموقع نشاطاته وبدأ ينتشر في الولايات المتحدة ككل باسم الجديد فيسبوك. ترك زوكربيرغ الجامعة لينتقل للعمل في مكتب فيسبوك الجديد بكاليفورنيا كمدير تنفيذي للشركة، وشهدت السنوات القليلة التالية انتشارا هائلا لموقع فيسبوك في كل العالم، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 600 مليون في سنة 2010، وهو ما دفع مجلة تايمز لمنحه لقب شخصية العام في تلك السنة. استمر بالانتشار حتى وصل عدد مستخدميه إلى 1.59 مليار مستخدم في عام 2016. زوكربيرغ قام بشراء تطبيقات أخرى مثل تطبيق الرسائل الفورية واتساب، الذي وصل عدد مستخدميه إلى 900 مليون مستخدم سنة 2016. كما اشترى تطبيق إنستغرام للصور، والذي يستضيف أكثر من 400 مليون مستخدم في عام 2016. ثروة زوكربيرغ تبلغ اليوم 49.3 مليار دولار، ويعد موقع فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي رقم 1 في العالم، كما تجذب تطبيقاته الأخرى وخدماته الملايين من المستخدمين حول العالم. وكل ذلك بدأ بفكرة لشاب طموح يعيش في غرفة صغيرة في سكن جامعة هارفورد. مش بس كلامه.